السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنوي موقع فيه أدوات كتيرة جدا، في حاجات خاصة مثلا بالتعديل في الصور، في التعديل في الفيديو، في التعديل في الصوت. أنا مثلا فيديو تو فيديو، بترفع الفيديو وتعمل التعديل عليه. طيب خليني أشوف كده فيديو وأوريكم مثلا دوت. ممكن تكتب برومت او ترفع صورة او تعمل بريسيت، مثلا اقول له انا عايز ياخد الستايل دوت. تدي له ستايل معين ياخده او برومت، فتقول له اعمل لي تعديل معين، مثلا عايز تزود طيارات، عايز تزود عربيات، عايز تعمل اي تعديل تقدر انت تكتبه. فعملها لي بالشكل الغريب دوت، يعني مثلا هنا الحقيقه انا عملت غير مستوى، عملت ستايل ممكن برومت مثلا انا عايز اغير حاجه عن حاجه اغير في الصور. طيب خلينا نقول له اد فلاور واقول له جنريت ونشوف هتطلع الشكل عامل ازاي. فاعملها لي بالشكل دوت بدل الناس حط ورد وغير الستايل بتاع الارضيه. فحاجه ما شاء الله يعني افكار جميله وتعديل بسيط من غير مهاره ومن غير ما اتعلم حاجه، فده حاجه مفزعه الصراحه. الله المستعان. يا ريت لايك وشير، ويا ريت اللي شارك في الموقع رانوي ايميل يبدأ يقول لنا ايه التجارب بتاعته بحيث نستفاد منها ان شاء الله.